بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم من جديد. اليوم ان شاء الله بنكمل في اليورين اناليسز. احنا انتهينا المره اللي فاتت كنا بنحكي عن البريزيرفاتيفز اللي بنستخدمها في عينات اليورين، هذا فيما لو كنا ايه في عندنا ظروف بتخلينا بنأجل شويه فحص اليورين، لانه بتكون في امور تانية ممكن تكون مستعجله اكتر يعني. وحكينا انه بالنسبه للبريزيرفاتيفز انواع كثيره يعني، بس بضل الاساس انه نستخدم البريزيرفاتيف ذا بيست تشويس اللي ايه ما ياثرش على الاشي اللي احنا بندور عليه. احيانا بيكون مطلوب نركز على شيء محدد في الكيميكال تيستينج زي الجلوكوز على سبيل المثال، عشان كده يفضل انه نوعيه البريزرفاتيف اللي بنستخدمه ما ياثرش على فحص الجلوكوز وهكذا يعني. اليوم ان شاء الله بنكمل اللي هو انواع السبيسيمين اللي بتاعت اليورين اللي ممكن نحصل عليها في المعمل. مهم جدا نكون عارفين انه العينة should be اليورين يعني should be representative لوضعية البيشنت يعني. بمعنى آخر إنه ناخد عينة بحيث إنه النتيجة بتاعتها تكون تمثيل أو representative للوضعية اللي إيه ممكن تساعد الطبيب أو الفيزيشن إنه ياخد قرار medical decision فيما يتعلق بإيه بنتيجة الفحص يعني. ناخد بعين الاعتبار برضو إنه إيه في حاجات ممكن تأثر على فحص اليورين اللي هي مسألة التايم، وبعني التايم اللي هو ايه من لحظة اللي هو البيشنت يعطي العينة لغاية وقت الفحص يعني. بالإضافة للتايم اللي ممكن ايه يكون أخده أو قبل العينة، بمعنى إنه ايه أحيانا بيكون اليورينيشن فريكوانت اللي بيعمل يورينيشن كتير يعني، فبتكون العينة عادة دليوتد يعني. ناخد بعين الاعتبار كمان اللي هو ايه ميثود أوف كولكشن، ممكن اللي هو الميتابوليك ستيت، ممكن نوعية الأكل اللي أخدها، ممكن اللي هو ممكن ياخد يكون ياخد دراجز الشخص يعني. أشياء كثيرة تؤخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق بالعينة اللي ممكن نحصل عليها. أنواع العينات اللي ممكن نحصل عليها من عينات اليورين يعني، اللي أول واحدة راندوم سبيسيمين، المقصود يعني عينة عشوائية يعني. بيجي البيشنت بنقول له اعمل فحص بول يعني. ما فيش وقت محدد عندنا انه يعني خلص في الوقت اللي اجى مطلوب منه يعمل عينه يعني، هذا بتكون راندوم يعني. خلينا نقول من العيوب العينه هذه يعني اللي هو ايه، او قبل ما نحكي في العيوب خلينا نقول انه يعني ممكن تعطينا صوره اذا كانت في امور واضحه يعني. زي ما كنا بنشوف مثلا في حالات الامينو اسيد باث فينيل كيتو يوريا، في كل الاوضاع حتى لو كانت دليوتد حنلاقي نسبه معينه او نسبه عاليه من الفينيل الانايل موجوده في اليورين وهكذا يعني. يعني في مسائل بتضل واضحة حتى لو كانت اللي هي دليوتد. بس برضو الدروباك أو العيوب بتاعت العينة هذه بتكون عينة دليوتد يعني. أحيانا ممكن بنركز على فحص ما جلوكوز أي شيء موجود في اليورين، بنعمل له فولو أب، والعينة هذه اللي بتجينا بتكون عادة اللي هو عينة مخففة أو دليوتد. ممكن تكون مثلا عينة الهدف أو العينة اللي نعمل منها تيستنج للبريجنانسي يعني، ممكن تكون اللي هو عينة دليوتد برضو. عشان كده يعني اللي هو ايه العينة هذه لها دروباك، ف يعني ممكن تعطينا صورة إلى حد ما، لكن هي في النهاية عينة دليوتد ولا يعتمد عليها كتير. فهنا بننتقل لنوع تاني من العينات اللي ممكن تكون مور ريبريزنتيف اللي هي فيرست مورنينج سبيسيمين، اللي أول ما يصحى الشخص من النوم بنطلب منه أعطينا أو هات العينة يعني. العينة هذه خلينا نقول كويسة مثلا، ممكن تفيدنا في حكاية اللي هو ايه evaluation of proteinuria خاصة في حالات البريجنانسي، حالات الزلال اللي في اليورين يعني، ممكن تكون كويسة لها يعني. بالإضافة العينة هذه ممكن تكون كويسة انه to exclude false negative بسبب الديليوشن اللي بنحصل عليه من الراندوم سامبل. عشان كده العينة هذه بتكون ميزتها انها مركزة وافضل من الراندوم سامبل. بس بضل خلينا نقول في لها عيوب يعني اللي هو ايه يعني لما الشخص يجي على سبيل المثال او لما يحصل عينه يعني، خلينا نقول انه اول ما صحى الصبح اخذ العينه، بس ننساش انه بعد ما تعشى على سبيل المثال كل الاشياء او الاكل اللي اخذه في العشاء بده ينزل في العينه يعني بطبيعه الحال. عشان كده العينه هاد تتاثر حتى بنوعيه الميتابوليك فانكشن والاكل اللي اكله البيشنت يعني بطبيعه الحال. فهي بتبدا العينه تحسب من حد مثلا ما تعشى لغايه الصبح كله بنضاف للعينه هذه يعني. عشان كده اللي هو العينه هذه هي ممكن يكون الدروباك بتاعتها
انه بتتاثر بايش نوعيه الاكل، او اذا كان اخذ قبل ما ينام دراج او حاجه زي كده يعني. بضل العينه الثانيه اللي ممكن تكون افضل كمان اللي هو فاست سبيسيمين او سكند مورنينج، يعني خلينا نقول اللي هو ايه اول ما يصحى، خلينا نقول اللي هو يعمل يورينيشن في التويلتس، وبعد كده نقول له ايش العينه اللي بعد كده، بعد العينه الاولى هي اللي بندور عليها او بنجمعها يعني. هذه العينه ممكن تكون كويسه يعني، خاصه في حكايه اللي هي ايه بدنا نعمل ميجرمنت للجلوكوز. خدوا بالكم بالنسبه للعينه اللي هي فير سامبل، ممكن يكون الجلوكوز اللي موجود في اليورين بسبب انه الاكل اللي اكله في العشاء وتجمع الميتابولات بتاعه مجمع في اليورين. هذه العينه اللي هي رقم 2 هي بتقول لنا الوضعيه الصحيحه لكميه الجلوكوز في البلاط، لانه العينه الاولى عملها ديسكاردنج في التويلتس، العينه الثانيه هي اللي بدات تجمعها، عشان كده بتعطينا ممكن صوره اوضح لكميه الجلوكوز اللي في اليورين مثلا يعني، لانه هي عملها رقم 2 يعني، بمعنى انه اللي كان في العشاء وحاجات زي كده اتخلصنا منه في العينه الاولى، الان الجلوكوز في اليورين هو يمثل القيمه الفعليه اللي ايه تعكس قيمه الجلوكوز اللي موجود في البلاد يعني. هاي عينه. العينه اللي بعد كده اللي هي 2 اورز او 2 اور بوست برانديال سبيسيمين، اللي هي ايه خلينا نقول انه اللي هي يعني with this specimen the patient is instructed to void shortly before consuming a routine meal and collect specimen 2 hours after. يعني بمعنى اخر يوكل او يوكل اكل ما على سبيل المثال، وبعد ساعتين يعطينا العينه. العينه هذه ممكن تكون كويسه في حاله انه طبعا عملناها الكابلنج مع اللي هو 2 hours post prandial للبلاد، يعني احنا بنمشي على الاتجاهين، بنقيس الجلوكوز في البلاد بعد ساعتين وفي نفس الوقت بنقيس الجلوكوز في اليورين. يعني العينه هذه ممكن تكون مفيده برضه في فحص الجلوكوز على اساس نشوف انه هل في بتتماشى اللي هو كميه الجلوكوز اللي في اليورين مع كميه الجلوكوز اللي في البلاد، خاصه في حالات اللي هو ايه الناس اللي عندهم دايابيتس يعني. خلينا نقول اللي هو to obtain more comprehensive evaluation of the patient status, the result of the 2 hours postprandial specimen are compared with those of fasting specimen and corresponding to blood glucose test. هذه الميزه بتاعتها زي ما بحكي اللي هو ايه، لانه في فحص 2 hours postprandial في البلاد، واحنا بنقارن هنا نتيجه الجلوكوز اللي في اليورين مع الجلوكوز اللي في البلاد. عندنا كمان جلوكوز تولرانس سبيسيمين، بس خليني قبل كده اكد انه الفحوصات هذه اللي هو 2 اورز والتولرانس اللي بدنا نحكي عنه الان يعني عاده او نادرا ما بطلبوها يعني، بس احنا في النهايه بنحكي عن انه ايه لو بدنا نحكي كيف الامور تكون بشكل صحيح يعني. وبتفيدنا الاشياء هذه سواء 2 اورز او الجلوكوز تولرانس سبيسيمين، بتفيدنا انه نعمل مقارنه ما بين اللي هو الكونسنتريشن في البلد جلوكوز وكميه او الكونسنتريشن اللي موجود في اليورين. هنا عادة احنا لما نعمل جلوكوز تولرانس تيست موجود في البلد بنعمل طبعا اللي هو فاستنج، وبنعمل بعد نص ساعة وساعة وساعتين وثلاث ساعات وهكذا. خلينا نقول مع كل عينة في البلد بنسحبها بناخذ كمان في المقابل عينة في اليورين. طبعا المسألة هذه بتعطينا ادفانتج انه نعمل مقارنة ما بين نسبة الجلوكوز في البلد ونسبة الجلوكوز في اليورين. العينة اللي بعد كده اللي 24 hours or time specimen احيانا ممكن يعملوها 12 ساعة يعني 12 hours. خلينا نقول العينة هذه الادفانتج بتاعتها بتساعدنا على انه ايه نقيس او الريال كونسنتريشن لاي شيء انالايت موجود في اليورين. احنا يمكن في بداية او اول محاضرة ورجناكم اللي هو بتتذكر الجراف اللي هو فيه شكل الانبوبة وتركيز الاشياء اليوريا واليوريك اسيد والكلورايد اللي موجودات في اليورين. بطبيعة الحال أنا لما بدي أعمل ميجرمنت لأي شيء ما موجود في اليورين بقدرش إن آخذ أي عينة عشوائية يعني، لأنه بتعتمد على الشخص، ممكن الشخص بيعمل يورينيشن كتير، ممكن بيعمل يورينيشن أقل وهكذا. عشان كده بالتأكيد إذا بدي أقيس كونسنتريشن لأنالايت ما مثلا يعني، هنا بتكون مشكلة إنه بتتأثر بكمية اليورينيشن وعدد مرات اليورينيشن اللي بيعملها الشخص. وعشان كده احنا يفضل انه نعمل حاجه اسمها ستاندرايزيشن، بمعنى انه نعطيه وقت كافي 24 ساعه غالبا او يمكن بشكل اقل 12 ساعه. طبعا في الحاله هذه بتساعدنا المساله هذه انه ايه
نعمل ميجرمنت والكونسنتريشن نقيسه، بيكون التمييز طبعا بير 24 اورز اذا بتتذكروا، هذا كان في الجراف. اليوريا لما قسناها كانت اللي هو التمييز بير 24 اورز، وغير اليوريك اسيد كلوراد اي حاجه اللي هي بتساعدنا على تقدير القيمه الفعليه او الكونسنتريشن الفعلي لاي انالايت موجود في اليورين. الميزه الثانيه اللي بتعطيها 24 اور كوليكشن انه طبعا بنستخدمها في قياس اللي هو جلومرال فلتريشن ريت عند الناس اللي عندهم مشاكل في الكدني، وهذه ان شاء الله حنحكي عنها لما نحكي عن الكدني فانكشن ونحكي عن الجلومرال فلتريشن ريت. طبعا في الحاله هذه اليه او الميكانيزم بتاع ال 24 اور كوليكشنز، طبعا الكونتينر اللي بنستخدمه لازم يكون نظيف يعني، ونبدا عمليه اللي هو الكوليكشن بشرط انه نبدا في امتي بلادر وننتهي في امتي بلادر، بمعنى انه قبل ما نبدا عمليه التايمينج او قبل ما نبدا عمليه اليورينيشن، الشخص اللي بده يعمل التست بده يفضي المثانه بتاعته البلادر بره كده في التويلت مثلا، وبعد كده اي حاجه بده يعملها كوليكشن او يحطها في الايش في الكونتينر اللي بجمع فيه العينه يعني. وبالضبط ثاني يوم وبعد 24 ساعه اكزاكتلي عند نهايه الوقت بفض اخر عينه عنده، اذا في بحاول يفض العينه اللي عنده في ايش في الكونتينر. كده بنكون بدينا احنا في امتي بلادر، فضينا قبل ما يبدا الكوليكشن في بدايه الوقت، واخر شيء كان عنده قبل ما ينغلق الوقت او ينتهي الوقت بنفض ايش في الكونتينر. كده بنكون بدينا في امتي بلادر وانتهينا بامتي بلادر، وكده بنكون جمعنا. طبعا ممكن يحتاج لها اكثر من كونتينر، خلينا نقول بغض النظر كميه الكونتينرز اللي موجوده، في النهايه الكونتينرز او الكميه هذه كلها لازم نعملها ميكسينج مع بعض، سواء اثنين ولا ثلاثه كونتينرز ايا كان لازم نعمل ميكسينج مع بعض، لانه في بعض الفحوصات مثلا اللي هو ضروري جدا انه لما بنعمل ميجرمنت لكونسنتريشن لشيء ما لازم تكون العينه ريبريزنتيف، ولما بدنا نعمل احيانا اللي هو مثلا جلومرال فلتريشن ريت بكون ضروري جدا انه نقيس كميه اليورين او الفوليوم بتاع اليورين اللي حصلنا عليه في 24 اورز. يعني الفكره بغض النظر عن عدد الكونتينرز اللي استخدمها في جمع اليورين لازم في النهايه نعملها ميكسينج مع بعض عشان العينه اللي بدنا ناخدها نشتغل عليها. طبعا مش هنشتغل على كل الكميه، احنا اللي بلزمنا انه ايه نشوف الفوليوم كله، وطبعا بعد ما نعمل الميكسينج، وفي نفس الوقت صارت بعد ما نعمل الميكسينج صارت اللي هوموجينيوس العينه، وناخذ جزئيه ما الكميه اللي بدنا اياها عشان نعمل ميجرمنت لايش او للكونسنتريشن لاي شيء بدنا اياه. طبعا هنا ممكن نستخدم اللي هو ايه بريزيرفاتيف للعينه، طبعا العينه لازم الكونتينر بنحط في الثلاجه يعني، وممكن كمان نستخدم مع بريزيرفاتيف زي فور امينو بنزويك اسيد يعني عشان يحفظ العينه، لانه احنا بنحكي عن فتره طويله. طبعا زي ما بقول كل هو البريزيرفاتيف شود نوت بي توكسيك او شود نوت بي توكسيك to patient should not interfere with the test to be performed، يعني نتخير نوعية اللي هو البريزيرفاتيف اللي بنستخدمه ما يأثرش على الشيء اللي احنا بدنا نعمل له ميجرمنت، وفي نفس الوقت ما يكونش توكسيك، لأنه ممكن بالخطأ انه الشخص يعمل كونتاكت او بايده لتمه حاجة زي كده يعني، ناخذ بالنا من المسائل هذه. خلينا نقول كمان اللي هو كاثيترايد سامبل اللي هي كده ممكن طبعا اللي هو احيانا ممكن يكون صعب على الشخص او في عنده مشكله في عمليه اليورينيشن، فهنا بالتاكيد يعني بلزمنا وسيله ثانيه ان نحصل على اليورين من خلال اللي هو الكاثيتر. الاستخدام الكاثيتر او الكاثيترايزيشن بيضمن لنا انه العينه تكون ستيرايل، لانه احنا بندخل مباشره على البلادر بطبيعه الحال. عادة بنطلب العينة هذه لما يكون صعب انه يعمل يورينيشن، وفي نفس الوقت اللي هو ايه لما يكون مع يعني مع تأمين البكتيريا الكلتشر في الحالة هذه، لأنه زي ما احنا عارفين اليورين اللي هو بيكون ايه في الداخل في البلادر استيرايل، ولما يطلع لبرا ممكن يمسك اليوريترا حاجة زي كده لما يعملها تاتش يصير له شوية كونتامينيشن. فالحتة هذه اللي هو الكاثيترايد سامبل عادة بنطلبها لما بدنا نعمل اللي هو كلتشر عشان نضمن انه تكون العينه استيرايل بطبيعه الحال، وفي نفس الوقت صعب على الشخص انه يحصل العينه بشكل عادي يعني. كمان بيساعدنا الكاثيترايد سامبل انه ناخذ عينه من الكدني نفسها، يعني لو دخلنا الكاثيتر سواء على الكدني رايت او الليفت كدنيز
ممكن ايش ناخذ العينه من الكدني نفسه. يعني عندنا حاجه اسمها ميد ستريم كلين كاتش سبيسيمن، اللي هو ايه، خلينا نقول سبيسيمن بروفايد سيفر ليس تروماتيك ميثود فور اوبتيننج يورين فور بكتيريال كلتشر اند روتين يوريناليسيس. يعني خلينا الميزه بتاعت اللي هو الميد ستريم كلين كاتش سبيسيمن، اللي هي الميزه بتاعتها ممكن نستخدمها ايش في البكتيريال كلتشر لما نعمل مزرعه يعني، وطبعا بعد كده اللي هو الروتين يورين اناليسيز العادي. خدوا بالكم دائما لما بدي اعمل كلتشر الاولويه بتكون في البدايه ايه للايش للكلتشر، لانه اذا عملنا اليورين او الروتين اناليسيز نضمنش او احتماليه انه يصير كونتامينيشن للعينه، عشان كده بتكون انفاليوبل او انفاليد ان نعمل منها كلتشر. عشان كده بتكون الاولويه نعمل رقم واحد اللي هو اليورين كلتشر، وبعد كده نعمل اللي هو ايه الروتين اناليسيز اللي فحص اليورين العادي. يعني خلينا نقول اللي هو ايه to provide specimen that is less contaminated by epithelial cells and bacteria and therefore more representative of the actual urine than be routinely voided specimen. يعني هي الميزه بتاعتها اللي هو ايه نضمن انه بتكون استرايل. آلية انه ناخذ ميد ستريم كلين كاتش سامبل اللي هو بنعمل في البدايه عمليه تنظيف طبعا، واكيد ما دام بنحكي عن كلتشر بنحكي عن استرايل كونتينر اللي بنستخدمه. هنا خلينا نقول عملية التنظيف الانتي بكتيريال ايجنت اللي بنستخدمه عشان تنظيف اليوريثرا والحاجات اللي زي كده يعني ما يكونش سترونج بكتيريال انتي بكتيريال ايجنت، يعني لانه بنخاف حتى يموت البكتيريا اذا كانت موجوده فعلا في العينه او موجوده في اليورين. عشان كده خلينا نقول احنا بنستخدم منظف او حاجه كده هيك اللي ما تكونش قويه جدا، بس تعمل تنظيف لايش لمنطقه اليوريثرا، وفي نفس الوقت اذا كان في بكتيريا في السامبل اللي هي ايه ما تاثرش عليها. يعني اللي يفضل انه يستخدم مايلد انتيسيبتكس ار ريكومندد، يعني حاجات ما تكونش قويه والانتيسيبتك اللي بيستخدمه ما يكونش قوي. يعني طبعا خلينا نقول بيشنت يعني اليه العينه اللي نحصلها يعني بعد عمليه التنظيف بيشنت ار تو فويد فيرست انتو ذا تويلتس، يعني اول جزء في اليورين بفرغه في التويلت، بعدين كولكت ادكويت اماونت اوف ذا يورين ان ذا ستيرال كونتينر، وبعدين اللي هو ايه فينيش فويدنج انتو تويلت. يعني كمان مره اول جزء من اليورين بيعمل له فويدنج في التويلت، طبعا بعد ما يكون عمل عمليه تنظيف يعني جزئيه في بعد كده اللي هو اللي بنحصله اللي هو ايه في الاستيرال كونتينر اللي بنستخدمه ممكن في المزرعه، وبعد كده اللي هو الجزئيه اللي بعد كده ايه بنكملها في ايش في التويلت. كده بنكون اخذنا العينه اللي في الوسط اللي سميناها ميد ستريم كاتش، نضمن انها تكون استرايل، طبعا على فرض انه الشخص انه ايه ما فيش عنده او اذا ما فيش عنده انفكشن، لكن اذا كان عنده انفكشن بنضمن انه الانفكشن جاي فعلا بسبب انه العينه من مش من صار كونتامينيشن مع اليوريثرا مثلا او منطقه اليوريثرا، ولكن انه البكتيريا فعلا موجوده بسبب انه فعلا في انفكشن يعني. طيب عندنا كمان حاجه اسمها سوبرابيوبيك اسبيريشن. هنا طبعا العينه هذه انفيزيف طريقة انفيزيف، يعني بنضطر نستخدم او بنستخدم فيها نيدل ثرو ذا ابدومين انتو ذا بلادر، يعني احنا بندخل مباشره للبلادر من خلال اللي هو نيدل. طبيعة الحال كمان مره بنرجع بنقول انه العينه زي كده يعني عاده لما يكون في مشكله في اليورينيشن عند الشخص مطلوب نعمل له كلتشر يورين كلتشر. طبعا ما دام احنا دخلنا مباشره من خلال نيدل هنا انه ايه بنضمن انه ايه ما نصيرش كونتامينيشن، والعينه اللي بناخدها ممكن نعمل عليها كلتشر لانه ما عدناش في المنطقه اللي ممكن يكون فيها بالخارج في كونتامينيشن. يعني برضه العينه هذه ممكن نستخدمها في حكايه سيتولوجيك اكزامينيشن، طبعا مقصود فحص خلايا وحاجات زي كده ايش نوعيه الخلايا اللي موجوده وحاجات زي كده، يعني ممكن تكون تيومر سيلز او خلايا من نوع ثاني بسبب انفكشن وايت بلاد سيلز وغيره. يعني عندنا 3 جلاس كولكشنز، يعني بدنا يكون عندنا 3 جلاسز ونحط اول جزئيه في اول عينه والجزء اللي بعد في الجلاس الثانيه والجزء اللي بعد كده في الجلاس رقم 3. طبعا خلينا نقول اللي هو ايه او ما فيش داعي انه نقول كمان يعني انه الثلاث انابيب او الكونتينرز لازم تكون استرايل، لازم تكون استرايل. يعني طبعا احنا بنعمل ال 3 جلاس كولكشن في حاله اللي هو لما يكون انفكشن على سبيل المثال،
انفكشن، خلينا نقول في ماده اوف البروستيت انفكشن مثلا. يعني الفكره كالتالي، يعني احنا بنستخدم التست هذا في عمليه كوانتيتيف كلتشر، وبنستخدم طبعا في عمليه اللي هو الميكروسكوبيك اكزامينيشن اذا كان في خلايا وحاجات زي كده. يعني ليش بنستخدم العينه هذا او تري جلاس كولكشن؟ على سبيل المثال لما يكون عندنا بروستيت انفكشن، the third specimen will have white blood cells اللي هي طبعا عينه اللي رقم 3 جاي من منطقه البروستيت من الداخل، يعني بمعنى اخر فاذا كان في عندنا بروستاتايتس انفكشن في البروستيت هنا اللي هو متوقع انه نلاقي بكتيريا، متوقع انه نلاقي وايت بلاد سيلز اللي هي علامات الانفكشن الموجود. في الحاله هذه لما يكون عندنا بروستيت انفكشن بنتوقع انه لو عملنا كاونت للوايت بلاد سيلز هنلاقي اللي هو ايش 10 اضعاف تقريبا او اكثر يمكن اللي موجود في السبيسيمين. هذا اول اشاره، اول اشاره انه يكون بروستيت انفكشن لما يكون عملنا كاونت ولقينا الوايت بلاد سيلز في الاخر عينه، عينه رقم 3 اللي هي ايه بتكون الكاونت للوايت بلاد سيلز يعني اكثر ب 10 مرات او يمكن بزياده كمان من اللي هو الوايت بلاد سيلز اللي موجود في الفيرست سبيسيمين اول عينه. العينة الثانية برضو ممكن تكون مفيدة أو تكون مفيدة لنا سكن سبيسيمين، ممكن نستخدمها كنترول فور ذا بلادر اند ذا كيدني انفكشن. If it is positive, the result from the third specimen are invalid because infected urine has contaminated the specimen. يعني العينة رقم 2 ممكن نستخدمها ككنترول، لأنه إذا كان في عادة إذا كان في بروستيت انفكشن على سبيل المثال، او ما فيش مثلا سوري ما فيش بروستيت انفكشن وكان في العينه رقم 2 العينه كانت انفكتد فيها بكتيريا، طبعا قد تكون بكتيريا نتيجه كونتامينيشن، يعني هنا خلص بنعمل ديسكارد وبتكون العينه نونسنس، بمعنى انه لا العينه رقم 3 في الحال، العينه رقم 3 لازم تعدي من المنطقه اللي كانت فيها العينه رقم 2 والعينه اللي كانت فيها رقم 1، عشان كده هتنزل كونتامينيتد اذا كان رقم 2 العينه رقم 2 من الاساس لما فحصنا وعملنا اللي هو كلتشر لقيناها كونتامينيت بطبيعه الحال. عشان كده اذا كانت عينه رقم 2 فيها بكتيريا معنى كده خلاص اللي هو العينه مش مناسبه او نعملها ديسكارد، لكن عشان كده بنستخدم العينه رقم 2 ككنترول. لكن اذا كانت نظيفه يعني وكان في انفكشن او كان في وايت بلاد سيلز في عينه اللي جبناها من البروستيت معنى كده انه فعلا هو في انفكشن في البروستيت وما هياش كونتامينيشن. اخر عينه اللي هي بالدياتريك سبيسيمين، وهذا بنحكي على الاطفال يعني لانه صعب يتحكم او نقول له جيب عينه او حاجه زي كده، يعني عشان كده اللي فيه بنعمله وسيله خاصه في الاطفال سواء ميل او فيميل، عباره عن بلاستيك باك وذ ماوث، يعني كده هيك ستيك في الماوث، يعني البلاستيك او الباك كده في لزقه كده هيك باللزقه على الجينيتاليا بتاعت الجنين سواء ميل او فيميل. وبعد كده اللي هو بعض العينه طبعا بدون ما نكون قلقانين انه يشيلها وحاجات زي كده يعني او ما يتحكمش فيها. يعني هذه العينه اللي هي عاده عباره عن بلاستيك باج وكده في فتحه واسعه كده بنلزقها في منطقه الجينيتاليا للطفل عشان اللي هو يعمل اليورينيشن الموجود فيها. يعني هذا فيما يتعلق بالعينات. طبعا المحاضرة هذه كانت سريعة شوية عشان بعد كده ان شاء الله بدنا ننتقل لشابتر 2 واول جزئية في عملية اللي هو اليوراليسيز اللي هي الفيزيكال اكزامينيشن لليورين اللي بتتضمن الكلر الكلاريتي او تيربيديتي يعني وسبيسيفيك جرافيتي. بنلتقيكم ان شاء الله في المحاضرة الجاية وبنقول يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.